وصل وسلم على محمد وآل. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام ايه سلم سلم وعلى علي. لا تحب الحسين وصل سلامك لكربلاء. السلام على على أولاد الحسين وعلى أصحاب. السلام على النساء المسبيات والرؤوس المشالات والدماء السائلات. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار. سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار. يوم جثت بالطف كل يمين من بني غالب وكل يساري. جثت يعني قطعت يساري. لا تلد غاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري. أنزار نضوا برود التغاني. ليش؟ قال فحسين على البسيطة عايا يا 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 تفضل هنا قدام حياك انت معزي من الطراز الاول. اوالي لا تشقوا لآل فغر قبور. هيا فابن طه ملقا بلا اقبال. تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار. ثلاثة أيام بالشمس مطروح. أويلي لا تذوقوا المعين واقضوا ضمايا بعد ضامن قضايا بحد الغراري. تعطئ الرؤوس إن رأس حسين. ليش ما اسمع وحسينا هي رفعت وفوق القناة الخطايا. يا بني هاشم اتكوا عن نسائكم كل خدر. هذه زينب على الاكوار
شأن غنوح النوح لا تهدأ آنا واويلة. ايه قول واويلة مثلها للبحرين مرة ثانية. اذا قلتك هذا الطور صيح واويلة. ها هتكوا عن نسائكم كل خدر واويلة. هذه زينبون على الأكوى شأن غنوح لا تهدأ آنا عن بكان بالعشي وين يبكى اخويا. اسم الله عليك من نوم الوطية يا اسم الله عليك من نومها يا الوطية. اخويا 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 مشيت درب ما مشيت ما مشيت وجتال اخوتي رافقيت من قلة الواد من اخيت. اسمح لي شتم والدي شتم والدي وانكر وصيت يا حايد الضعان شتريد مني شتريد مني يا درشد ويا حسين خلني يا ابي انا شد علي من تكلني وعلى العلقة مطاح الكفلني. ولا اسمح اسمح تقول خويا 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 اخويا اخويا انا ما حد سمع لليوم صوتي منو سامعنا منو شايفنا يا اني راح اشبع بواجي الفقد اخوتي. هاي الكلام ما يتحمل ترى اسمعوا زين بقلوبكم. تقولاني يعني على المزل زينب واخوتي على الثرى نامة بين القطعة وجفوفة وبين السلبة وهدومة وحاد النوق ما انصف مربينا على الحومة. شفت الجثث بعيوني شفت ضمون خطف لوني صحت يا ناس خلوني اظل ويا اخوتي والقوم حي وما يخلوني. تسمح بذونك بقلبك ولمحاد النياقي صيح يلب الخدار معروفة ما واحد خيالك كان يا بنت المرتضى يشوفه. شي تقولين يا اخت حسين راح نروح للكون وايام الخدر راحت زينب سمعت وصاحت عتبه ولا العدو لاحيت من عقب الخدر يردون للكوفه يمشوني. صديق عقب الخدر لني ذليله مهبطه للراس وطوف بلدة الكوفة وتتفرج علي. اي غيور انت غيور صيح راس زينب غيور انت غيور. صدق عقب الخبر لني ذليلة مهبطة للراء وطواف بلدة الكوفة يا شي صيح وتتفرج. البيت الجاي صعب ولن الوادم يقولون هاي اخت البطل
صحت يا عظمة الهضمة عقب الخدر والحشمة علي الناس من ثم او ينشدوني على الولياي واسكت من ينشدوني اني بيا وجه طبت الديوان اني ما كلمت يا حسين عدوان اي اي والله ما كلمت يا حسين عيد روحي فدالك يا اللي ذي للغسل ما نال ولا الجسد منا نرفع من فوق شيا الله ولا الجنازة هللا من خلفها رجع ما حد حفر قبره ورا جثة الميت إذا يموت الخلاص تحضر جهازة الميت إذا يموت الخلاص اقرأ تحضر والناس تترادف على يا سرعة جازة يلا تساعدني والكل ينادي في البلد عيدكم جنا ويلا والكل ينادي في البلد يا سلام قوموا واطلبوا من الله الأجر فيها وابن البتولة ما سمع واحد ينادي قوموا واروا بالثرايا يا مهجة الهادي اسمح لي ما سمع الا منادي يصيح ركبوها العوادي وخلوا خيول الاعوج يا تصعد عليه قامت الفرسان على الخيول وله بعد اركبوها وديك الحوافر يا خلاق بالبيد حماها وداسوا على صدر الشهيد دفنت الحسين حبيبي الليلة وباكر بني أسد كربلاء بس بني أسد نسوانهم قبل الرجال كربلاء فرشت بالأحمر وتزينت بالأحمر وكل الأعلام حمراء ومنكسة وأعلام سوداء وهي المصيبة العظمى يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراج اسمه ثلاثا تركا تأتي الوحوش له ليلا مسلمة والقوم تجري نهارا فوقه الرمكا أنا أريد أقرأ حديث لكن أشوفك متهيئ ترى ما عندي وقت في الأخير أقرأ لك مصيبة خلينا نقرأ مصيرة سبايا الكوفة ها ما تزعلون أقدر أقرأ لك حديث من الساعة ما عندي مشكلة ولكن هب شكل هذا الماتم مصيبة أرين عظم الله أجوركم أيها المؤمنون أيتها المؤمنات وسيروا آل الرسول من كربلاء إلى الكوفة يسيرون بهم ليلا نغارا والنساء على أحلاس أقتاب المطايا فلما أشرفوا على بلدة الكوفة
قال مسلم الجصاص: كنت أجصص بيت العمارة إذ ارتفعت الصيحات، فسألت الخادم قلت: ما الخبر؟ اسمحوا لي، مو أنا اللي قايل، هم ترى. قال: لقد جاءوا برأس الخارجي. اتفاعل اتفاعل. الذي خرج على الأمير ونساؤه على الغوادج، فقلت: من تغني؟ قال: الحسين بن علي. يقول: فلطمت وجهي وعيني حتى خفت أنهما ستذهبا، فغسلت يدي وجئت إلى باب الكناس، وإذا بأربعين شق على المحامل تقدمهن امرأة نادي: يا ناس، نحن والله لسنا بخوارج، نحن بنات رسول. وكانت على أربعين جملا، بينما الناس تتفرج وإذ أدخلت الرؤوس. وينك يا حسينة؟ إيه تريد ماتة؟ تريد دمعة؟ تريد مصيبة؟ ساعدني. يقدمهن رأس أزهري قمري أشبه الناس برسول الله، فعرفته من شيبته ومن العلامات التي كانت عليه. وكانت هناك امرأة عجوز أرسلت خادمتها وأعطتها صرة من الماء، قالت: ادفعيها لحامل الرأس فليقرب الرأس أمام شقة بيتي. إيه عزيز عليك الحسين، عزيز عليك الحسين، صيح يا حسين. ليلة الدفنة مصيبة، مصيبة حبيبي. ها إيه أخاف ما أعطيها حقها إذا قرأت لك موضوع. فأعطته المال فقرب رأس الحسين، فأخذت المرأة حجرا من الأرض. يا زهراء، وينهم وينهم؟ أنا ما أقرأ مصيبة إلا في مياس، بس أريد أسمع منك الصيحة. فصكت وجه الحسين، فشجت وجهه وسالت الدماء على لحيته، كان يقرأ القرآن، فسكت الحسين عن قراءته. انفجعت زينب لما رأت رأس الحسين يتدحرج من الروح. صحيت لا تضربي يا ما جام راس، لا تضربي يا هذا راس خي ونفس ما بي. يا قالك تفصيل، انا تفصيل. اتقل اشوف جبين، اشوف في جبينة وكسرة البي، يا ترى عظمة خد خي كسرتي، طاح الراس واسفى ولي علي، أنا هذا الخفت منه طحت بي. صيح يا حسين. أعطيك مجال تبكي على إمامك. وإذا بامرأة وكانت شريفة سألت أم كلثوم: من أي السبايا أنتم؟ ما أقدر أقول الكلمة، ما أقدر أقول الكلمة، ما أقدر. قالت: نحن سبايا آل رسول الله. فجمعت لهن أزر ومقانع، فوزعتها زينب على النساء والأطفال، فصار البعض يقدم الحلوى والخبز، فتأخذها أم كلثوم وتضعها جانبا،
وهي تقول الصدق علينا حرام نحن بنات رسول الله تصدقين وعده عطايا الخلق كلنا وينهم ما يا خايب ظن لي اعتمن يضل كل سنة يروح ويجي حافل ليالي قدرت بينا أخونا نذبح وإحنا نسبن يا الله هذا الموقف أريدك بقلبك تتصور رايح الكوفة أنت لا مو رايح رايح وين رايح تزور الكوفة أي مكان مسجد السهلة مع أنك قصر هناك تروح تزوره مع أنك بيت الأمارة هذا يوم من الأيام كان أبوها الأمير يوم من الأيام هي الأميرة عندها دار تدرس القرآن والفقه والأصول أبوها الأمير مرت على قصر الأموار ذكرت أيام أبي أبوي 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 يا أبوي علي أتاح الفوارس أني بالأمس لهاتك وحارس ترضى اليوم دخلوني آه ولن حاج النياقي يصيح يلب الخدر معروف ما واحد خيال كان يا بنت المرتضى يشوفها شو تقولين يا اختح يا اختح زين راح نروح للكوف أيوة زينب فطافوا بغنة في الأسواق ثم جاءوا بهم جميعا إلى المجلس وكان غاصا بالناس فأمر اللعين عبيد الله ابن زياد إلى الناس إذنا عاما ليدخلوا للتفرج فأدخلنا بنات رسول الله في المجالس ايه طلع صيحتك على زينب الليالي بس زينب تذكر يا حبيبي فدخلت زينب وعليها أرض ثيابها وهي متنكرة لا يرى منها شيئا فجلست وقام اللعين يخاطبها وقال من أنت فلم تجبه من أنت ثلاثا بكبريائها وعزتها لم تجبه فسأل جارية من جارياتها قالت هذه زينب ابنة علي ابنة أبي طالب فقال لها اللعين الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم فانتهضت قائمة وقالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا يا عدو الله ثم قال كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين ولأهل بيتك قالت ما رأيت إلا جميلا فقرأت لكم الليل البارحة عزة زينب ومكانتها وقوتها وإيمانها فغضب اللعين ثم كان بين يديه قضيب فجعل يوسم شفتي الحسين أيوة حسينا وسيدا هذا في مجلس الكوفة قبل الشام نعم هكذا جرى على الرأس الشريف ثم سأل عن زين العابدين قال أنا علي بن الحسين قال اللعين أوليس قد قتل الله عليا فقال الإمام كان لي أخ
يقال له علي بن الحسين أكبر مني قتله الناس. قال بل قتله الله. قال الإمام بل قتله الناس. قال الإمام الله يتوفى الأنفس حين موتها. فغضب اللعين وقال ألك جرأة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوه عنقا. فتعلقت به زينب قالت يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دمائنا، فإن عزمت على قتله فاقتلني معاه. وحضنت الإمام زين العابدين عليهما السلام قال يا لله وللرحم، فوالله إنها لودت أن تقتل دون، فدعوه لها فإني أراه لما به. ثم بعد أن خطب الإمام أمر بأن يخرجوا ووضعوا في دار خرابه لا تقيهم عن حر ولا عن بر. فجلست زينب مع نسائها وتذكرت أيام عزها ودلالها. يا ام حسين يا زهرة تعالي شوف كربلا ايش سوى بحالي، لاني غريب بغير والي. توني ذكرت عزي. عظم الله اجوركم. فغاب الامام مثل هذه الليله عند السحر عن عينها، فصارت تبحث عنه فلم تجده. ما وصل الإمام إلا هناك أناس من بني أسد، جاءت النساء لتروي القرب من الماء، فمرت بالمغركة فرأت أجسادا متطاشرة ورؤوس مقطعة وأيدي طائرة. فرمينا القرب ورجعنا للرجال، فلما رأوهم قالوا ماذا جرى؟ فقالت النساء قوموا لتروا بأنفسكم. فجاء الرجال وإذا بهم يروا أجساد مطشرة يمينا وشمالا، ووقفوا على يلا صيحك فاهم، ووقفوا على جسد مكسور الأضلاع وآثار الحوافر على صدره وعلى ظهره، مقطوع الرأس، مقطوع اليد، مبتور الإصبع. جسد الحسين أبو اليمة صعب تتوصف أحواله. جسد لكن بلي راس مقطوع يمين وشمال. جسد من كثر دوس الخيل ما تتجمع ضلوعه. وويلاه جسد والجبد مو وياه، جبده بسهم منزوعه. على صدر الشريف اثار رفسة رجل مطبوعه، اثر رفسة رجل شمر لما مداس الصدر بالعال. وحسينا اين المنادي واماما؟ وصل الامام متلثما فرآهم وخوف على الاجساد، سلم عليهم ابتعدوا عن الاجساد. قال يا بني اسد ما لوقوفكم ها هنا؟ قالوا جئنا لمواراة الأجساد. قال ما الذي أخركم؟ قالوا أولا جئنا للتفرج. فبكى الإمام قال أخبروني بالذي انطوت عليه ضمائركم. فقالوا يا أخ العرب لنا الأمان. قال بلى،
قالوا جئنا لموارات هذه الأجساد. قال فما الذي أخركم؟ قالوا وكيف نواريها وهي جثث بلا رؤوس؟ ستأتينا الناس غدا تسألنا قبر من هذا وقبر من هذا فلا نعرف الجواب. قال لا عليكم أعينوني. تركهم وجاء مسرعا ورمى بنفسه على الحسين. صار يقبل من حرق يقل له يا ابو يا يلي بلي يا راس جسمه تاركينا ويلي بعواد الخيل صدر مرض رضينا ويلي على صدر رضيع ذابحينا ويلي ثلاث ايام بالرمضة تاركينا يا ابويا الطفل مذبوح وانا وانا وانا. قام من على الجسد فصار يضرب أشواطا في المعركة. يلا مع كل رفعة قطعة أريد من عندك بجاء يا موالي يا مستمع. فرفع قطعة لحم وهي مليئة بالدماء قبلها حقق النظر وإذا هي كف الحسين التي قطعها الجمال اللعين. فوضع راجمة الجسد ثم مشى ورفع الكف الأخرى فوضعها مع الجسد فمشى بعيدا انحنى وغمومه في قلبه. فرفع قطعة لحم قبلها وكان الدم جامد عليها حقق النظر وإذا هو خنصر الحسين الذي قطعه بجدل اللعين. فوضعه في صف الكف اليمنى. يا أين الولاد وحسين؟ ثم ضرب شوطا يمينا فانحنى باكيا فرفع سهما ملطخا بالدايان وقطعة لحم جامدة في وسط. صيح وحسينا صيح وإماما. شو التفصيل هذا؟ أنا تفصيل الدفنة حبيبي. قطعة لحم في ذلك السهم فاستلها وشمها حقق النظر وإذا هي قطعة من قلب الحسين. أين المنادي وسيدا؟ اتحيريت باش اجمع وصالك يا مبرور. هادي الاعضاء انطشر والصدر مكسور بين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والراس يتشغر بلمصة. أراد أن يرفع الجسد وإذا بالجسد يتلاشى يعني يتساقط بين يديه. هذه الكلمة صعبة ترى كلمة صعبة. قال يا بني أسد هل عندكم بارية؟ بارية يعني حصيرة. اسمعوا اسمعوا الخبر فيما بعد. على زمن المتوكل أمر اليهود أن يحفروا قبر الحسين ويستخرجوا الجسد لكي يحرقوه. إجوا يهود هدموا القبر حفروا وصلوا زين وإذا دماء تنبع بسرعة هبت ريح أعادت التراب وكل واحد أوشك على الهلاك. هذول راحوا وتفرقوا. بعدين واحد التقى بواحد موالي قال لي بسألك
اسالك انت عندكم هنا جسد مدفون اسمه الحسين؟ قال لي ايه. قال لي هذا الامر بيني وبينك، تفضل. قال انا ممن حفروا ذلك القبر. يا لعين، انا ممن ارادوا يعطونا ذهب وجوائز وحفرت وياهم. قال لي ايش سويتوا؟ قال لي هدمنا القبر، حفرنا القبر، فوصلنا الى الجسد ورايناه مكفن في باريه. يعني انتوا يا مسلمين موتاكم تكفنوهم في بواري، باري حصيرة ما عندكم اكفان. هذا ميتكم ما يستاهل الكفن، ما يدري الكفن، ما يتحمل الجسد كفن، ما يتحمل. وقطع برب الخيول، فجاءوا له ببارية، جابوا له قطعة بارية وجمعوا الصالة ودنق عسعين البلاية تخسر والحلالة. أراد أن يرفع، يا الله هذه أريدها من عندك، هذه أريدها منكم يا أهل مياس، ما راح أقرأها في مكان ثاني لأن أنتم راح تشيعوا عدل رجالكم ونساءكم. يا الله، وضع يده تحت الجسد، جاء بنو أسد على اليمين عن الشمال، أنعينك يا أخ العرب. هذا ابتعدوا 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 ابتعدوا. شنو المعنى إخواني، شنو المعنى؟ قال إن معي من يعينني. يعني شنو ملائكة؟ شنو ملائكة؟ جبرائيل. شنو جبرائيل؟ على راسي جبرائيل، عظيم جبرائيل، أمين، هو أمين الوحي جبرائيل. تعرفوا منو يقصد؟ يعني رسول الله، يعني أمير المؤمنين، يعني فاطمة. فاطمة جاية، وإذا جت فاطمة شو تسوون؟ يعني نقص روسكم، خلوا بس أمهاتكم تبكي. انتوا يا رجال اذا تذكر فاطمة بعد تحطينك على راسك وتقول مولاتي فاطمة حضرت لتشييع ولدك الزهراء. ما بين الجثث تمشي وتتبع خطوة السجار، تقل من المدينة جيت وياك ادفن الأنسى. ما اسمع جواب. نحني الضغر تمشي لفت ام الحسن هاليوم، تلم وصال متقطعة وقلبها من الحزن مهموم. قبرها شقت ولطف لفت تسأل عن الماء، تقل وين ابوك حسين واخوته وجملة الاولى. وويلا وين حسين يا ابن حسين، كررها، وين حسين. قال الشمر حزم حرار وجسمه رضبت الخيل، كررها كررها، وجسمه رضبت. صاحت فاطمة الزهراء بعباتي بجمع عظامه وبيدي بحفر القبر، ما أقدر أشوف حسين. قولها قولها، ما أقدر أشوف حسين. يا سجاد متوسد على الأوغاد، قال ابتعدوا إن معي من يعينني. بس وضع إيد على تلك البارية وإذا الجسد ارتفع، وإذا التهليل من السماء قبل الأرض، لا إله إلا الله. محمد رسول الله، إذا ما تهلل راح أنهيها. لا إله إلا الله، يا الله. محمد علي ولي الله، جاء بتلك البارية نزل إلى القبر، وإذا هو قبر محفور ولحد مشقوق، حملها على كلتا رجليه
نزل إلى القبر وإذا بالصوت من نحر الحسين بني علي ولدي علي والصدر ضيعي على الصدر والصدر ضيعي على صدري شلون وسته ايه خلنا نشوف يلا بابا انت اقرا لنا عن السجاد هالبيتين بس ما نطول على الجماعه ايش سوى السجاد يا ولدي اقرا ويا فجيعة يا حسين وياه وياه ينادي بفجيعة شلون شافه يا بابا مضمي على حظ السارة وودادة للهم هبارة مضمي ولا حد يكبر شلون شافه يا ولدي بأي حال شاف السلام في جبدته وذبح كل أخواته مقطوع منا من حاضر وذبح لو يمين ومقطع يلا باقي عليك واحد بيت واحد الطفل الرضيع وينه يا ولدي طفل رمي على الثارة وودادة ذلهم عبارة مقطوعة من نام وين الطفل وينه نايم على صدر الحسين نايم أحسن. صدر بارك الله فيك الله أكبر رفع الجنازة قام من الجنازة يدور الرضيع فرآه بتلك العالة شال الرضيع على صدره وإذا صاد من نحر الحسين ولدي علي الطفل خل نحر على نحري صدر على صدري لا ينرجم جرح يدخري قال أبا أما الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنور وجهك مشرقة أما ليلي فمسغب وحزني عليك فسرمد قام من داخل القبر قال احفروا حفيرة دفن فيها الأجساد ثم حفر قبرا أفرده لحبيب يا الله وين اللي عنده حاجة الليلة آخر المجالس أخاف أخنق المجالس وتقول لي من قبت حاجتي هل بقي أحد قطع ضمايرنا بطايا يا أم الشارق مذبوح لكن ذبحته والله فجئ وويلة منو هذا حتى من الزندان جف صاحب علم جناية وفراسة غاشمية شون عرفتو راح نوصف له من شافت تلوح الفراء سو شدة الباء بعد زنودة بلا يجفوف والجثة بلا ونظن عليه الفارسي المهيوم قطعة وعلى كتر العناية اشماله ولي رمى بنفسه على عم يقل له يا عمي زينب بيت علي زينب ما حد سمع لضحك بالعدوان محفوفة علي غدا وعلي غدا من تحرس يا عمي عمتي
تطلع وتدخل من مجلس إلى وراه في قبر. انتهى المجلس انتهى المجلس. بس اسمعني هالدقيقة، كتب على قبر الحسين: هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه مظلوما غريبا عطشانا. إذا جاءكم أحد فعرفوه. فمان الله وين رايح؟ خلاص انتهى دوري. تعال انت منو؟ انت منو؟ انت فجعتنا، انت كأنك تعرف كل شيء، كأنك كل شيء شايف. انت احنا ما عرفناك، مضيق لسانك. شال اللسان وإذا نور من وجهه. آه من أنت؟ قال أنا اللي جربي ما جرب ناس، أنا اللي شفت أبويا على الدرب الخير ينداس. تال الوقت نزلت بالأرس، راح 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 وصل الكوفة. وإذا زينب على الباب قالت: يا ابن أخي وين كنت؟ قال له: يا عم الآن دفنت والدي. بيك دمعة أقرأ دقيقة، ما بيك دمعة، خلاص. زينب هذه زينب لا تسأل. أخذت الأحضن وايد الغبار على عمامته محدودة بالظهار، قالت: وين طالع عم الآن؟ قال: لا تنشدك نشداي، عادة الميت يصير على التراب خد. قل لي شلون دفنت ابوك عزين وهو رسل؟ يا حسين سمع عمت وغمل دمعه وبقلبه زادت الصدعه. قل غو مختلف وضعه بدال خد حسين صار على الترب نحره. دفنتم كلهم يا عمه؟ قالت: باقي سؤال. قال: خلاص ما تحمل. صحا يا تنشدك ماي شربت يا دفا بخيت قلب لا دفن تعزين عطشان. قتلته آل أمية ظامن. ختم الله لنا ولكم بالخير، أجزل الله لنا ولكم المثوبات، فإنه ولي الباقيات الصالحة. سامحونا عاد إخواني، كثرنا عليكم، هزمناكم بالونات والصيحات وكررنا، أرجو السماح والمعذرة لعلنا أخطأنا ثقلنا عليكم. الله يعودكم إن شاء الله. وإليكم مني زيارة خاصة، كل اللي حضر مجالسي له زيارة خاصة للحسين والعباس، وباقي الأئمة إن شاء الله نذكركم بالخير وندعو لكم بقضاء الحوائج. قولوا آمين. شاف الله مرضاكم، قضى الله حوائجكم، عادكم الله بخير وعافية، وجزى الله القائمين على المأتم خير الجزاء لموتى الحاضرين والعلماء والشهداء. الفاتحة مع الصلاة.